الآلية الثلاثية توقف الحوار بشكله الحالي، معتبرة أنه سيكون من دون جدوى في غياب المكون العسكري الذي أعلن انسحابه، لكنها شددت على مواصلة محادثاتها مع كل الأطراف ذات الصلة. ما قالت به الآلية الثلاثية هو حديث موضوعي من حيث الشكل، لكن نعود ونكرر على الآلية الثلاثية ابتداء عملية سياسية يكون لديها هدف واضح. علينا أن نصبر قليلا لنرى ما هو الشكل الذي ستدير به الآلية الثلاثية الحوار ما بين القوى السياسية، لأن الآن البرهان خرج من الملعب وهو في انتظار القوى السياسية كي تتفق وتأتي لتجلس معه لمناقشة المرحلة المقبلة والتي قطعا ستفضي إلى الانتخابات. ويبدو أن البرهان اتبع تعهداته في خطابه قبل يومين بإعفاء مدني مجلس السيادة في خطوة اختلفت الآراء حولها. في الأصل تم تعيين هؤلاء الخمسة لإطفاء شكل قانوني على مجلس السيادة، ليس ليكون لديهم أي دور، وفعليا هم لم يقوموا بأي دور خلال كل طوال السبع أشهر التي تم تعيينهم فيها، لم يقوموا بأدوار، حتى أن رجل الشارع العادي لا يستطيع أن يذكر أسماءهم الخمس، ربما يعرف واحد يعرف اثنين، ولكن لا يستطيع أن يعد الخمسة أشخاص الذين كانوا في مجلس السيادة. تطورات في المشهد السياسي تزيد الوضع تعقيدا في البلاد، ويرجح مراقبون أن تكثف الآلية مشاوراتها بعد عطلة العيد، ويزيد التصعيد في الشارع بدعوة من لجان المقاومة والحرية والتغيير. رشا رشيد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.